صحية. عوض وسيم نوار في الفترة الثانية، كرة طويلة يوسف البلايلي والمتابعة من بلال العيفة. يوسف البلايلي يراوغ، يوسف البلايلي الكرة للترجي الرياضي التونسي، أريسون أفول والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. أحداث الفارق من أريسون أفول، بداية قوية للترجيين وأحداث الفارق من أريسون أفول. إعادة من جديد للمراوغة من جانب يوسف البلايلي، يتوغل يوسف البلايلي، يمهد لأريسون أفول والكرة في شباك النادي الأفريقي. وقلنا مباراة هامة باعتبار قيمة الرهان بين الفريقين وأحداث الفارق من جانب الترجي، مباراة مفتوحة لكل التكهنات، كل شيء ممكن.